نقول مبروك لنادي الوحدات وهارد لك نادي سبهان الإيراني، فريق للأمانة فريق ممتع، فريق سبهان الإيراني كانوا اللاعبين عندنا اليوم أبطال. يعني هذا الفوز بنهديه لجميع جماهيرنا في الأردن، للجمهور الأردني عامة وجمهور الوحدات خاصة على هذا الفوز، بنقول لهم ألف مبروك. مبروك للجهاز الفني والإداري واللاعبين، اللاعبين اللي كانوا أبطال اليوم نقول لهم ألف مبروك. لأنه للأمانة أنا أكون صريح، أنا جاي عشان أكون رحم الله امرئ عرف غدر نفسه، أنا جاي كنت مش متوقع أن نفوز، بس الحمد لله أكرمنا بوجود هذول الأبطال اللي كانوا في الملعب وحكوا للناس اللي بتتفرج والجماهير مين هو فريق الوحدات. يعني اليوم شفنا عودة جمهور الوحدات نوعا ما إلى المدرجات، بدي كلمة منك لهذا الجمهور لكي يعود كما عودنا. أنا دائما جمهور الوحدات أنا بفتخر فيه، جمهور الوحدات هو النادي، جمهور الوحدات هو العلامة الفارقة، جمهور الوحدات هو الرقم الصعب في تاريخ نادي الوحدات. احنا نادي الوحدات بدون جمهور ولا شيء، احنا كإدارة بدون ولا انا بتمنى من جمهور نادي الوحدات المباراة القادمة مع اشقائنا في النادي الفيصلي يكونوا كلهم موجودين في الملعب، والله يعطيهم العافية والف مبروك لجميع جماهيرنا وجماهير الاردن وجماهير الوحدات، وبنقول لهم بالتوفيق ان شاء الله. نادي الحسين عنده مباراة بكرة، شو نادي الحسين ايضا نادي الحسين الشقيق بنتمنى له الفوز. يعني احنا بنتمنى الفوز لجميع، يعني أنا بتمنى دائما يكون علم الأردن خفاق،